شهادة عبده وابن عبده وابن عبده، ومن لأن له طرفة عين عن فضله وعظمته، ولا هم بعده بالفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل والخوف منه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تقتلن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد إخواني في الله، يقول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. في هذه السورة العظيمة يذكر الله عز وجل لنا فيها فضائل ليلة القدر. فمن هذه الفضائل أن الله عز وجل أنزل القرآن العظيم في ليلة القدر، وكفل بذلك شرفا وعزا، وكذلك وصف الله عز وجل هذه الليلة بأنها ليلة القدر، أي أن هذه الليلة ليلة ذات قدر عظيم وشرف كبير ومنزلة رفيعة وشرف كبير لا تناهيها فضلا أن تساويها، فهي أعظم ليلة في العالم وعلو مكانتها. وما أدراك ما ليلة القدر من ألف شهر، أي أن هذه الليلة الميمونة المباركة العبادة فيها بما يرضي الله عز وجل أفضل من عبادة ألف شهر، يعني هي ليلة بالعمر كله وليست ليلة القدر كألف شهر، بل هي أفضل وأعظم. الله تبارك وتعالى لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تراه فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم، من حرم خيرها فهو المحروم وهو الخاسر على الحقيقة. ثم قال سبحانه وتعالى عن عظيم مكانتها وما يحدث فيها من عظائم الأمور: تنزل الملائكة والروح فيها، في هذه الليلة تتنزل الملائكة وعلى رأسهم جبريل، جبريل عليه السلام، تتنزل الملائكة في هذه الليلة المباركة بالخير والرحمة والبركة، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي، سلام من العقاب، سلام من العذاب لما فيها من كرم والتقرب إلى الله تبارك وتعالى، فهي سلام وأمان من كل سوء ومكروه. وخبر الله عز وجل أيضا بأنها ليلة مباركة، ليلة مباركة لما
وكل معصية تتركها كما تفعل ذلك إيمانا واحتسابا.
تقرأه وأنت مصلي، فقراءة القرآن أثناء الصلاة أعظم أجرا من قراءة القرآن من غير صلاة. إذا نهيت عن الصلاة حتى وأنت جالس اقرأ القرآن، فهي أقدام عن ربك، وإن عجزت فاسم الله عز وجل، فالصلاة ثم قراءة القرآن ثم بقية الذكر والدعاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يرحمنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. أما بعد إخواني في الله، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقتصر على نفسه في التقرب إلى ربه في العشر الأواخر من رمضان، بل كان يشرك أهله في طاعة الله تبارك وتعالى. فتقول عائشة رضي الله عنها: كل من يقيم القيامة معك ينقصه الصلاة، تأخذ أجر
يعلمون.